تنصح الحامل خلال الفترة الأخيرة من الحمل بالنوم على أحد الجانبين بدلا من النوم على الظهر، مع استخدام الوسائد لدعم البطن والفصل بين الركبتين، حيث يساعد ذلك على تخفيف الضغط الواقع على عضلات الركين والحوض. أما النوم على الظهر فقد يتسبب في زيادة الضغط الواقع على أحد الأوردة الرئيسية، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على تدفق الدم للجنين ويسبب آلام في الرأس. كما يفضل الخبراء النوم على جانب الأيسر للحامل، حيث تسمح هذه الوضعية بتحسين عمل الدورة الدموية، كما يسهل من عملية انتقال الدم المليء بالمغذيات من القلب إلى المشيمة، كما يقلل من الضغط الكبير الواقع على الكبد. ويمكن للحامل من أجل الحصول على نوم هانئ في الليل الحد من شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالصودا والقهوة والشاي، وشربها خلال ساعات الصباح أو قبل الظهيرة في حال الرغبة في ذلك. كما يجب تجنب شرب كميات كبيرة من السوائل أو تناول وجبة طعام كبيرة قبل ساعات قليلة من الذهاب إلى السرير، وتجنب ممارسة الرياضة قبل الذهاب إلى النوم، والاكتفاء بقراءة الكتب أو تناول المشروبات الدافئة الخالية من الكافيين. الالتحاق بدورات الأمومة والولادة والتي يمكن أن تساعد على التخفيف من الأرق الناتج عن التوتر أو الخوف من الولادة، وتمهيد الأعراض التي تحدث في الشهر التاسع. تمديد عضلات الساق قبل النوم أو الضغط على القدم بقوة باتجاه الجدار أو الوقوف على الساق، حيث يساعد ذلك على الحد من التقلصات التي تسبب عدم المقدرة على النوم. كما تعد قلة النوم والأرق من الأمور الشائعة في المراحل المتأخرة من الحمل، إلا أنها لا تسبب أي أذى للجنين. مع ذلك يمكن أن تسبب الإجهاد والقلق للحامل، والحرمان من النوم مع اقتراب موعد الولادة، ما قد يساهم في زيادة احتمالية اللجوء للولادة القيصرية. وفي حال الإصابة بالأرق ينصح بالحصول على قيلولة أثناء ساعات النهار، وأخذ أجازة الأمومة في وقت مبكر، أو التقليل من ساعات العمل للتمكن من الاستراحة أثناء اليوم.